وبقي أن أذكر نفسي وإياكم أن من ثواب الخائفين في الدنيا أن الله تعالى قال في حديث قدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع على عبدي أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في القيامة. فحري بنا أيها الفضلاء أن نكون خائفين وجلين، وأننا إذا تأملنا أعمالنا ونظرنا في تصرفاتنا وأقوالنا لرأينا أنها تستدعي الخوف،